السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة صابرين، أخصائية الجلدية والتجميل. إحنا النهاردة هنتكلم على حب الشباب. إحنا يمكن عملنا منه فيديوهات بس اتسألت عنه كتير، ناس عايزة الأبديت، عايزة الجديد. إحنا هنقسم حب الشباب، هنعمله على تسجيلين. هنتكلم أول مرة على حب الشباب، أنواعه، أسبابه، إزاي أتعامل معاها، الحاجات اللي بتزود، الحاجات اللي أقدر أعملها علشان أقلل الإصابة بحب الشباب الكبير أو النودولوسيستيك. والمره اللي بعديها هنعمل لكم ازاي طرق العلاج والاجهزه اللي بنستعملها عشان علاج حب الشباب، الحاجات اللي بتتعامل، اثار حب الشباب، الكلام ده. طيب نتكلم ايه هو حب الشباب. حب الشباب احنا حاليا ما بنعتبروش مرض، احنا بنعتبره تغيير فسيولوجي للجسم. ليه بنعتبره تغيير فسيولوجي للجسم؟ لان ببساطه كده حوالي 80% يمكن اكتر من الشباب من اول مرحله الادرينارك اللي هو ما قبل المراهقه، اللي هو من سن 9 سنين تقريبا، بيبداوا يظهر عليهم بوادر حب الشباب، والكلام ده بيستمر معاهم مثلا للنص العشرينات تقريبا، وفي ناس للاسف 14% بيكملوا، وفي ناس بيبدا عندهم حب الشباب اللي بنقول عليه حب الشباب المتاخر او الادلت اونست اكني، بيبدا عندهم بعد سن ال 30. علشان كده احنا لما يكون عندنا قاعده عريضه كده فما ينفعش نقول عليه مرض، تمام؟ وليه قلنا السبب التاني ان هو نقول عليه تغيير فسيولوجي؟ لان هو مرتبط بكميه الجسم، مرتبط بالهرمونز. هو ليه مرتبط بوقت البلوغ؟ علشان التغيير الهرموني الكبير اللي بيحصل في الوقت ده. فعلشان كده الغده الدهنيه بتبدا تنشط، لان قبل كده الغده الدهنيه ما بتبقاش شغاله. الغده الدهنيه بتشتغل بالهرمونات اللي هي سواء كانت الهرمونات الجنسيه في الانثى او في الذكر، تمام؟ الغده الدهنيه بتبدا تنشط وبتبدا تعمل لنا المشاكل كلها، لان هو كل حب الشباب موجود في الغده الدهنيه. طيب ايه اللي بيحصل؟ الغده الدهنيه دي موجوده دايما، بتبقى فاتحه على المسام بتاعه الجلد اللي احنا دايما نيجي نشتكي نقول مسامنا بقت واسعه، تمام؟ الغده دي بيحصل فيها التهاب وبتبدا تعمل لنا الحبات. اشكال حب الشباب، اول حاجه هنتكلم على اول درجه من درجات حب الشباب، وهي اغلص درجه في العلاج، اللي هي بنتكلم عليها، اللي هو الكوميدون، سواء كانت الوايت او البلاك او الكلوزد او الاوبن، زي ما بنقولها الوايت اللي بنقول عليها الكلوزد والبلاك اللي بنقول عليها الاوبن، او الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء بالعربي. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا عندي الافراز بتاع الغده الدهنيه ده ما بيحصلش فيها التهاب خالص، الافراز بتاعها بس بيتكون على بعضه، تمام؟ وتيجي شويه خلايا ميته وعلى شويه صبغه على شويه اتربه من الجو، وتبدا تعمل لي البوم اللي بيحصل ده، او شكل الرؤوس البيضه لو الجلد مغطي عليها ومش مفتوح. طب لو مفتوحه بتحصل ايه؟ بشوف الراس السوداء دي واللون الاسود ده، زي ما قلت لكم هيكون اتربه يا شويه ميلانين صبغه من الخلايا، وبتبدا تعمل لنا المنظر. طب هي غلسه ليه؟ انا عندي غلسه لاني ده انا مش التهاب، هديله حاجه تقلل التهاب فالعيان هيفرح ان هو الحاجات الحمراء بقت مش حمراء مثلا، تمام؟ لا، انا عندي ديبريت، عندي تجمع لدهون على اتربه، على خلايا موجوده جوه المسام بتاعه الجلد محتاجه ان انا اطلعها. فبتكون الخطوه الاولانيه بالنسبه لي ان انا استعمل حاجه من حاجات حب الشباب اللي فيها شويه ساليسيليك مثلا، علشان تبدا تقشر لي، خاصه في الكلوزد كوميدون او الرؤوس البيضاء. لما تبدا تقشر اقول للعيان انا عايزه اقشر جلدك، يعني انا ما ينفعش تيجي تقول لي اصل العلاج منشف وشي، انا عايزاه ينشف، علشان الخلايا دي الطبقات دي تبدا تتشال. فلما تتشال ابدا العلاج اللي انا هدخله بعد كده علشان يقلل افراز الغده الدهنيه يوصل لها، ما هو مش هيوصل، تمام؟ طيب انا شلت خلاص، انا عندي بقى الدهون اللي جوه دي او الحاجات البلاك ديبريت اللي هي في الرؤوس السوداء، هطلعها ازاي؟ دي بقى بيبقى شغل الاجهزه، بنعملها مثلا بالمطواياش، بنبدا نسحب الكلام ده. طيب انا دلوقتي خلصت اول جزء اللي هو الكوميدون او الرؤوس البيضاء والسوداء، ندخل على الجزء الثاني، بدا يحصل التهاب في الغده الدهنيه، ويدخل عندنا العامل الثاني اللي هو البي اي او البروبيونو باكتيريوم اكني، ده اسم البكتيريا اللي بتشتغل على الغده الدهنيه، فتبدا تعمل لي الجزء الاحمر اللي يعمل لي راس لونها ابيض او مصفر شويه. انا بدا يحصل عندي باستيول، او يبدا يحصل عندي بكتيريا الاكتيفيشن، او اللي هو الانفكشن، او اللي هو العدوى البكتيريه. طيب في الحاله دي ببدا استعمل ايه؟ لا، في الحاله دي ببدا استعمل بقى المضادات الحيويه، سواء كانت على الجزء الملتهب اللي هو على البشره على طول، او ببدا ادي اقراص. انا دايما يجي لي العيان يقول لي انا استعملت الفيوسيدين او الفيوسيد، اي حاجه فيها فيوسيديك اسيد،
فيوسيدين بقى فيوسي اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في السوق دي وما عملش حاجه. ما هو يا جماعه في نقطه صغيره، البروبيوم بكتيريوم اكني او البي اي اللي موجوده هي اللي عامله لي المنظر ده، مش حساسه لماده الفيوسيديك اسيد، فانت هتستعملها مش هتاثر معاك، تمام؟ فعشان كده احنا بنستعمل انواع معينه من المضادات الحيويه، سواء كان زي ما قلت لكم توبيكال على الجلد او اورال. احنا بنستعمل هما نوعين، يا بنستعمل الازيثروميسين يا بنستعمل الدوكسيسايكلين كاورال اقراص بصرف النظر عن الماركات التجاريه. وبالنسبه للتوبيكال احنا بنستعمل بقى حاجات كتير، تمام؟ بس برضو بره الفيوسيليك اسيد خالص. دي تاني حاجه. تالت حاجه بتبدا الحبايه تكلكع، تمام؟ الحبايه يجي لي حد عنده كلكوعه حمراء كده وبتوجعه جدا، عامله زي الخراج اللي ملوش عين بالظبط. طيب ايه الوضع ده؟ ده اللي بدانا دخلنا المرحله الثالثه اللي هي النودولوسيستيك اكني. في الحاله دي ببدا اعمل نقطه من اول السطر، انا لازم ادي ايزوتريجينوين. الايزوتريجينوين او مشتقات فيتامين اي اللي هي الاقراص اللي انتوا بتروحوا تجيبوها من الصيدليه وبتستعملوها لوحدكم. في شويه كلو كده لازم نتكلم عليها، ان احنا نقول ان الاقراص دي ما ينفعش حضرتك او حضرتك تروحي تاخديها. اولا الاقراص دي ليها جرعه محدده، جرعه انا بقيسها اديها للعيان وببدا احسب له الجرعه التراكميه عشان احدد هياخدها كام شهر. الموضوع مش علبه تخلص وخلاص، تمام؟ ثانيا علشان انا بتجيلي روشتات للاسف من الاطباء ومش عاملين التحاليل اللي بعملها قبل ما بدي الاقراص. الاقراص دي من مشتقات الفيتامين A، بس دي اقراص ثقيله على الجسم، يعني هي لو عندي اي مشكله في شويه التحاليل اللي انا بعملها، لا العيان بيظبطها لي الاول عند حد من زمايلنا اطباء الباطن وبعد كده يرجع لي عشان ابدا معاه كورس الاقراص دي. ايه الاثار الجانبيه بتاعتها؟ اثار جانبيه محترمه ولازم ناخد بالنا منها. اولا وده اللي يهمني فتره الشتاء، الجفاف، لاني المفروض ان الاقراص دي بتنشف افراز الغده الدهنيه، بس هي ما بتميز انا هنشفها في مكان الحبايه بس، لا هي بتنشف على مستوى الجسم كله. فجأة جلدنا بدا ينشف، ممكن عينينا تبدا تنشف، الشفايف تنشف، الكلام ده كله واحنا بنتعامل معاه بمرطبات ونهتم جدا بشرب الميه. اي حاجه ثانيه بقى بتتكلموا عنها كاعراض جانبيه؟ لا. في ناس بتقول احيانا ان هي بتعمل اختلاف في ميعاد الدوره الشهريه، بس يعني ده مش مثبت عندنا قوي، بس هي ممكن قد تكون بتحصل، تمام؟ غير كده لا، يعني ده اكتر سايد افكت انا بقابله او اكتر عرض جانبي انا بقابله مع اقراص الايزوتريشن. زي ما قلت لكم الجرعه والمده اللي بستعملها فيها دي انا اللي لازم احسبها، فما ينفعش حضرتك او حضرتك تاخديها من نفسك. ثانيا وده اهم حاجه، ان انا بعد ما هوقف الاقراص دي او اثناء ما انا هاخدها ما ينفعش ان انا ادخل في عمليه حمل وولاد خالص، لانها بتسبب تشوهات للجنين، فانا لازم ابقى موقفه الاقراص دي قبل ما ابدا موضوع الحمل بفتره محترمه، تمام؟ احنا المفروض ان احنا كنا بنتكلم الاول 6 شهور، بعد كده نزل ل3 شهور، حاليا الشركات بتقول شهر، بس برضو احنا بناخدها للاحتياط بنقول 3 شهور، خلينا في الميديان، تمام؟ حاجه تانية، وانا شغاله بالايزوتريسينوين وانا باخده ما ينفعش ان انا اروح اخد مضاد حيوي، تمام؟ في انواع مضاد حيوي تتعارض، اللي هو التتراسايكلين تتعارض مع الايزوتريسينوين بتعمل كوارث، يا جماعه ناخد بالنا، تمام؟ ثانيا ما ينفعش وانا شغاله اروح اعمل ليزر او اروح سواء كان ليزر ازاله شعر او اي انواع ليزر. بصوا الكلام في الموضوع ده فيه لغط كتير، بس احنا خلينا ماشيين زي طريقتي اللي انتم متعودين عليها، ان انا بمشي في السيف سايد، يعني انا بمشي بالطريقه السلميه اللي ما فيش اثنين يقدروا يختلفوا عليها. فانا ما ينفعش اروح مثلا اعمل فراكشن او اعمل اي بروسيدور على وشي او على جلدي وانا باخد الايزوتريتينوين، لا لازم اريح برده فتره شهر وبعد كده اشتغل. في ليتريتشر نزلت جديده بتقول ان الموضوع عادي، مفيش ضرر منه، بس انا حتى ال1% ده بقلق منه، تمام؟ خلينا ماشيين كده ايه بالطريقه اللي ما تضرناش. انا كده وصلت لاخر انواع حب الشباب، تمام؟ اجي بقى للاثار بتاعه حب الشباب، ان احيانا بيجيلي الحاله عندها حب شباب نشط وعندها كمان اثار، اللي هي الاثار بتاعتنا بتتراوح من بقع بنيه لاسكار الندبات. الندبات دي كمان منها انواع،
عندنا في حاجه زي الايس بيك اللي هي بتبقى البشره مخرمه بمعنى اصح، وعندنا حاجات اللي هو الرولينج سكار اللي بتبقى البشره فيها حفر كده نازله لتحت، سواء ده او ده مفيش كريم بيملى حفر. يا جماعه لازم تبروزوا الجمله دي وتحطوها جنب اسمي، مفيش كريم بيملى حفر. تمام، احنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط كريمات تساعد ان هي تنشط الكولاجين والالاستين، بس لازم جلسات. انا عندي نتائج مارفلس الحمد لله، هبقى ارفع لكم الصور. ان انا لما بعمل سبسيجن اللي هي الجلسات اللي انا رفعت لكم قبل كده الفيديو بتاعها وان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل المره الجايه، بتجيب نتائج كويسه جدا. يا ريت تكونوا عرفتوا موضوع حب الشباب. نقطه اخيره ان انا لازم اتكلم عليها، تاثير الاكل وتاثير الهرمونات، هناكد عليه تاني. الاكل دي غده دهنيه، لو دخلت لها دهون او سكريات كده انا بوظت الدنيا، ما ينفعش انا ابقى بعالج وباخد دهون وسكريات عادي. تمام. النقطه الثانيه، وقت الدوره الشهريه في ناس بتجيلها حبوب قبل البريود وفي ناس بتجيلها حبوب وقت التبويض، دي حاجه لا انا ولا انتوا هنقدر نتحكم فيها، لان الهرمون الانفلونس دي حاجه مظبوطه، تاثير الهرمون على الغده الدهنيه دي حاجه مظبوطه مش هنقدر يعني نحول عنها خالص. يا ريت تكونوا استفدتوا بالتقسيمه دي. المره الجايه هنبدا نكلمكم على الجلسات ودورها في علاج حب الشباب. شكرا.